اهلا صلوات، كيف حالك؟ مبارك يعطيكم العافيه، كيفكم؟ الله يخليكم، يسعدنا. اهلا يا ابو زيد، قرب هون تطلع. لا انا بفتح لكم. بتخاف منها؟ انا بمثلهم هلا. هي ما بتخاف، بضل يقولوا لي الشيخ كيفكم؟ الله يخليك. احنا جينا على الاربعة، فكرنا على الاربعة. لا هو شوي صعب. وبعدين لما ما سيجا نجي فوتوغراف. تمس مطار الليد سيدنا، مطار الليد لا مش مطار مش كلاندي، لا بعد الخرزلية وتل أبيب في مطار
الوزير كمان جاي. السنة الجاية الطيارة على علينا. السنة الجاية الطيارة على مشان عدالة يعني سنتين. لا طائفة الروم من الأكبر يعني. لا الروم الأكبر. كل بس كبروا طيارتهم. يا سامي كبروا طيارتهم. ارجع لقواعدك أحسن. لا هاي ولا هاي. ارجع لقواعدك ورأيك. قواعدنا جاهزة. بعد قواعدنا ولا القاعدة تطلع. بطران عندنا. بطران بس 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 بدنا نروح انا عارف بابا كان روح نوزعها بابا كان روح كان بطران مش بطرك هلا احنا بدنا بابا روح فاضي الجواز ثاني يلا نقلبه يلا تفضل تفضل الجواز بطران جاي واحد بطران من تحت رئيس الريجيونالي اسمه في كمان Thank you.
ابونا كلهم سالمين كلهم سالمين Thank you.
Thank you.
العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية. جلال علي ثاني معزوم في اليوم على المطار اليوم كان هاي العالمي وانا وزير كلام شلمين كلام شلمين قدام يمين الشمال يلا مرحبا خلي الباص يطلع قدام مع الموسيقى مع المراوح قدام المراوح نديم كان ورا البهية بعدين منك Yeah, so.
النجاح والتوفيق ورفع الشداد والأمراض المتواجدين هنا وعن هذه المدينة وجميع المدن واصعب عنهم وغفران خطاياهم. أيضا نصب من أجل حفظ جلالة الملك عبد الله الثاني ومن أجل حكومته الرشيدة يؤذر عمره في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. لك لا كن ركيم ولا مجيب للبسان ولا كنزل والماس أيها الأب وابن الروح القدس ألا ناكل وعني ولا دامي دجري. من أجل الراحة والسلم والبر لجميع الذين صدقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من آبائنا وإخوتنا وأجدادنا الذين سبق رقادهم من دهن وعلمانيين في هذه المدينة من أجل الذكر المؤكد لنفوسهم. الحياة والراحة لنفوس عبيدك الراقصين أيها المسيح إلهنا ولك نحسن المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان والأبد. حسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجيب وارحم. أيضا
نطلب من أجل جميع الكهنة الذين خدموا هياكل الله المقدس والذين ركضوا على رجاء القيامة والحياة الأبدية أبينا وبطريركنا ثيودروس ورئيس كهنتنا بنيدكتوس والكهنة المكرمين ميخائيل خليل جريس يوسف نصر الله ابن فولا ناصر سعيد عطا الله بولس أديب حنا يعقوب فليذكروا من رب الإله في ملكوته السماء كل حين الآن وكل الآن وإلى دهر الداهرين. I know.
في هذا اليوم المبارك. ونحن في هذه الليلة راح نحكي قيام ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في بيننا ومعنا. نستند شافعي على توالي ببركة ربنا صاحب السيادة ببركة النور يجي النور المقدس. هاي الأعجوبة اللي بتنبع طيلة 2000 عام من القبر الخلاص من القدس، هاي العجوبة حقيقية إن كنا المسيحيين حتى قوي إيماننا قوي إرادتنا بربنا، وإنه إيماننا هو إيمان حي نور حتى يمير طريقنا حياتنا تكون مليئة بالنور. نور القيام لأبناء الشيخ للمكانيات في كل سنة كانوا يزوروا في القبر، ما زال لحد يومنا بيطلع بطريقة عجوبية اللي بيدخل بطريرك القدس بطريرك إيريني وسطر قبر الخلاص في صلاة خاصة بطريرك القبر بدخل بفير بيطلع، وأول دقائق من بعد ما يطلع النور ما بيكون له خصائص النار يعني ما بحرق، ولكن بيكون نور رباني نور إلهي نور روحي. وهذا النور اللي بنعمة ربنا للسنة الثالثة صاحب السيادة بنقله لوطننا الأردن حتى يتبرك فيه أهل الوطن، يتبرك فيه أردننا، ويتبرك في كنائسنا وكل رعيتنا وكل شعبنا. فبركة كبيرة اليوم اللي اليوم كمان كانت بطريقة خاصة أجل صاحب السيادة للمطار المعركة اللي بيقرر استقبال النور بشكل رسمي بموسيقى القوات المسلحة بالسلام الملكي. ومن ثم هذا الأول سنة بسير بعدين وجهنا لكنيسة العبدة لتم توزيعه، وبعدين زي ما عودتم سيدنا لثلاث سنين بحكم أنه هو بنفسه لأنه انتهل من كل أرحال المملكة حتى يوقت النور، ولكن للمحاس بحكم سيدنا نفسه هو يجي للمحاس هو يجي بحكم النور اللي بنقول لكم أدعية وبركات صحيح مقترة من فوس من قبل الخلاصي اللي بتمنى لكم أعياد مسيحية مجيدة. بطلب من ربنا يعطيكم كل بركة وكل نعمة. نور القيامة دائما بنير أهلنا في قلوبنا في حياتنا بيوتنا طريقنا حتى دائما نسير في طريق ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، وكل حياتنا حياة قيامة حياة تجدد حياة علاقة مستمرة وحية مع ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. كل عام وأنتم بخير، استشار ربنا يحمي دائما هذا الوطن هذا البلد ويحتفل دائما جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني والحسين المعظم اللي بنطلب ونصلي دائما في الكنيسة انه ربنا يعطي القوة الصحة اللي تحت قيادته الهاشمية الحكيمة الوطن بيمشي للمزيد من التقدم والازدهار. نصلي دائما لكل الجهات الأمنية والقوات المسلحة اللي بيسمروا لحماية هذا الوطن، نطلب ربنا انه يحمي الجميع الوطن من كل شر. نحن السنة يعني فعلتنا شهر إن شاء الله السنة الجاية كل الطوائف الزكية بعمان زكية بالقدس الجميع بالقدس بياخذوا كل الطوائف بأخذوا نور مقدس من يد سيدنا ربك ونعم، وبعمان جميع الطوائف المسيحية تأتي وتأخذ النور المقدس من سيادة النوران، وبالتالي نحن دعوة من هنا لجميع المسيحيين في الحس أن يأتوا ممثلين بكهنتهم لكي ما يأخذوا من النور المقدس إلى كنائسهم. كل عام وأنتم بخير. Salim. Hey, yeah.